صباح الخير، صباح النشاط، صباح الرياضة. اسمي لوسين واليوم رح أعطيكم التمارين، واليوم معي فارس. يسعد صباحك ومحمد، يسعد صباحك. جاهزين؟ تمام، رح نبلش نحمي، وإحنا عم نحمي رح نخبركم بالضبط قديش اليوم رح نلعب وشو بالضبط رح نلعب. أول إشي بدنا نرفع درجة حرارة الجسم، تمام؟ رح نعمل تحريك للمفاصل، ذراعين للأمام، رح نعمل تمرين للأبر بادي، جزء العلوي من الجسم، حرك المفاصل. اوكي، هلا فوق تنتين مع بعض، تحت اوكي، ستيب تاتش، عضلات البطن مشدوده، ظهر مرفوع، الاكتاف للخلف، الابتسامه الصباحيه موجوده. نفتح مسافه بين رجلينا، تاب بهذا الشكل تحت وفوق. هلا الذراعين رح تتحرك للامام، الكوع متني بهذا الشكل. أربعة، ثلاثة، نفس الشيء، ذراعين للأعلى. طبعاً إحنا شو عم نعمل؟ عم نحمي الجسم ومنهيئ المفاصل للحركة. منلين المفاصل لأنه أكيد قاعدين على المكاتب، أونلاين، كل شغلنا هلأ، حياتنا، فعنا أكيد ستيف في المفاصل. هلأ قدام، طلع، رح أنزل لتحت حتى إنه بلش أحمي العضلات أكثر. إيدي هون، هلأ للخلف، سكر ونفتح، شد كتافنا ما ننسى. أوكي، واحد، اثنين، يمين، شمال، هوب. برافو محمد فارس، نشاط وحيوية. أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، نفتح ونسكر هيك. حركنا تمام؟ اوكي، اخر مره رح نعمل جري. يوم شويه ابرد من دايما، فلازم تحموا مظبوط. ان شاء الله الكل متنشط عم بشاركنا. اربعه، ثلاثه، اثنين، اوكي. هلا رح ناخذ الباند، اذا عندكم بالبيت مطاط ممتاز، اذا لا استخدم وزن الجسم ورح اورجيكم كيف. اول تمرين ندعس على المطاطة برجل واحدة، رجل للأمام، رجل للخلف، الكف بهاي الطريقة. رح نسحب، شغل بايسب، العضلة ثنائية الرؤوس الموجودة في الذراع من الأمام، الكوع ثابت ما بيتحرك، الكتاف مشدودين للخلف. كمان أربع عدات. لما تشتغلوا هذا التمرين بدي تحاولوا تعملوا من 12 ل 15 عدة على 3 ل 4 جولات، راحة بين الجولات 30 ثانية ل 45 ثانية عشان نستفيد. هلا نفس الشيء رح نطمن من الحوض، رجل للخلف، رجل للأمام، إيدينا من هون حتتني، رح نفرد بهذا الشكل من الكوع الحركة. Very good، برافو، هذا الشكل. عم نشغل ترايسب، العضلة الخلفية للذراع، ثلاثية الرؤوس. كمان عدة. اوكي، التمرين الثالث لليوم رح يكون للكتاف. رح نطول الحبل شوي، الباند، المطاط، رح نعمل سايد ريز، لاترال ريز على الجنب. أهم إشي لما نطلع على الجنب الكوع يكون مرخي. Very good. الركب مرخيين، ظهر مرفوع، الكتاف مشدودين للخلف. كمان جولة، حركة من مفصل الكتف، الكوع مرخي وما نشد إيدنا كتير، الركب كمان مرخية. تمام، بدل. عضلات البطن مشدودة، الظهر مرفوع، إيد الثانية، نطلع على الجنب بهذا الشكل. من الأخطاء الشائعة بهذا التمرين إنه الناس بتصير تطلع هيك، هذا غلط. نلف إيدنا بهذا الشكل، تطلع الكف بهذا الشكل، تمام؟
كمان أربع عدات. كيف الابتسامة موجودة لسه؟ موجودة حتى وإحنا تعبانين. أوكي، التمرين الثالث برضو للكتاف. رح ندعس بهذا الشكل على رجل واحدة، نطلع باليدين الذراعين للأمام. على مستوى الكتاف أو شوي صغيرة لتحت، الإبهام بدي أشر للأعلى لما بتطلع لفوق حتى يشتغل العضلة الأمامية للكتف، تمام؟ أهم إشي ما تشتغلوا إلا إذا أنتم محميين مظبوط، رافعين درجة حرارة الجسم بالجري، بالنط، بالحبلة، الرأس، طلوع الدرج، المهم نرفع نبض القلب، نعمل موبيليتي تحريك ذاتي زي أول الحلقة، بعدين نبلش تمارين المقاومة هاي. اوكي تمام، هلا رح ندعس برجل وحده، خلي مسافه، خلي معنا مجال، كوع على مستوى الكتف، رح نطلع للاعلى بهذا الشكل. اهم شيء انه الكوع يكون على مستوى الكتف او لتحت شوي. كمان اربع عدات. بدل كوع على مستوى الكتف، عضلات البطن مشدودة، ظهر لفوق، من هون ننزل بس لهون. بدي اياكم تنتبهوا على الزاوية اللي بالكوع، تكون زاوية قائمة. كمان عدة. تمام، هلا رح نرجع نحط البانز على الارض، رح نعمل دوران. هلا بالنسبه لهذا التمرين رح نعمل شويه تنشن، شد على الكتاف من غير استعمال باند، فاذا احنا ما عندنا باند بنقدر نستخدم هاي التمرين دوران. طبعا بده يكون التكرار عالي عشان ما في مقاومه، اهم شيء هيك غلط هيك صح. ما نطلع كتافنا للأعلى، نرخي كتافنا لتحت. أوكي دام، حتى إنه نستفيد لازم الإيدين يكونوا على مستوى مفصل الكتف أو شوي صغيرة تحتية، مش كتير ولا يكونوا أعلى منه. طبعا بدنا نحاول إنه ما نوقف. هلأ للخلف، تمام؟ نتذكر الكوع مرخي، هيك غلط هيك صح، كمان مرة هيك غلط هيك صح. up down، النزول على مستوى الكتف حتى انه يضل التنشن موجود، الاحساس بشغل بالعضلة. اوكي نريح، تعبتوا؟ هلا اخر شيء لما نخلص كل التمارين بدنا نعمل طبعا اطاله ستريتش، فاول شيء بدنا نعمل الكتاف، بتشدوا ذراع بهذا الشكل، هيك غلط هيك صح، ومنميل الرقبه للجهه الثانيه، ومنبدل ستريتش، بده يحاول للدقيقه نستنى فيه. الابهام للاسفل نعمل ستريتش، حيكون الستريتش لعضله البايسب ثنائيه الرؤوس. كمان زي ما قلت لكم حاول نوصل دقيقة بالإطالة. التمرين الثالث ستريتش للترايسب، لأنه اشتغلنا ترايسب كمان، فراح أكون بهذا الشكل، حاسين هون، ونبدل. دير بالنا نهتم مظبوط بصحتنا ولياقتنا، نلعب رياضة، نحمي، نشتغل التمارين، نحرك تحريك ذاتي موبيليتي، ونعمل إطالة وستريتش. يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله تكونوا اليوم استفدتوا واستمتعتوا معنا، وكل عام وانتم بألف خير.